انت مهمومه الحين، دموعك تنزل، قال لك زوجك كلام ما عجبك قبل شوي، انت منزعج من ابنائك، مريض، تشوفني وانت جالس على عربه على سرير، مهموم، لك سجين، عندكم مشاكل في بيوتكم، في مشكله معك مع مع, مع مديرك او صديق لك، يا جماعه عليك ديون، في هموم كثيره، صح؟ الرسول قال استغفروا الله، استغفروا، الاستغفار باب تطرقون ابواب توبه وابواب رزق وابواب رحمه، الاستغفار يفتح الابواب. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، بس، ويمددكم باموال وبنين، بس، ويجعل لكم جنات، بس، ويجعل لكم انهارا. الاستغفار، ما استغفر عبد استغفار صحيح الا جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فقولوا استغفر الله، استغفر الله. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن اعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.